السلام عليكم، بونجور بونسوار، عزوف اللون، رضوان معكم دو روتور. اوكي، كما العادة نشوف واحد الحاجة هنايا. دونك قبل ما نبدا نهضر على هاد زعما الدبلومات، هذا دبلوماسي مغربي، على الجورناليست هذاك تاع سكاي نيوز، هو يعني استعمال الجيريان يخدم في سكاي نيوز، كيسألو قال له شكون يعطيك دراهم، شكون يخلصك؟ قال له كيف سكاي نيوز راهي تدافع على الجزائر، يعني جواب غبي. او ميم طو جبد واحد لي فوتو هكذا، قال له بلي الجزائر لم تنفي الصور هذه، صور زعما سي دي سولدا تاع بوليزاريو صغار في العمر. قالوا بلي الجيري لم تنفي هذه المعلومه. هذه نوليو هنايا، للاسف كان واحد الحاجه، الخوان هذوك تاع الجيري والارماده هذه تاع فيسبوك والجرانن اللي عندها المغرب اليوم قويه بزاف. شغل انت تامن بروحك كي تشوف هذه الحاجه في 10 تاع لي ويب سايت فيسبوك وهذوك الخوانه يهضروا لا ميم شوز، تولي تامن هذه الحاجه، هذه تولي تامنها. دونك ils sont très organisés، زيطوط منها، هشام عبود منها، يهضروا نفس الحاجه، هم يستعملوا نفس النظريه تاع اللي كان هتلر يستعملها في الراديو كي كان يهضر، ولا الناس اللي يديروا لا بروباغوند يهضروا على حاجه نفسها، كذب 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 كذب، حتى وين تولي هذه الحاجه هذه حقيقيه. اليوم دو باساج، والله انا ما نكذبش عليكم، خلاص وليت ما نسمعش لهذوك الناس، مي دو باساج هكذا تضرب طله كي نشوف التيتر هكذا يهضر على حاجه. وشفت واحد زيطوطه ويهضر زعما على القمه العربيه، ومن بعد يهضر على هذه تاع بوليزاريو اللي كاين كما نقولوا مجلس الامن فوطا على واحد لا ريزوليسيون، واحد الاجراء هذا في الامم المتحده. دوك انا قلت لكم الواحد لازم يروح لا سورس وفهم المغزى، لان هذا المشروع تاع الاوتونومي تاع الصحراء الغربيه هذا ماشي مشروع جديد، اوكي؟ دوبوي 2007 وهما يبروبوزيو هذا المشروع هذا، من 2007 اليوم تقريبا قلع رانا 15 16 سنة. دونك ما وصلوش إلى أي، دونك كي داروا هذه تاع المينورسو ما وصلوش إلى أي هدف، ما وصلوش الى اي هدف. او كونترير اليوم الشعب الصحراوي عنده كما نقولوا لا ليجيتيميتي، لان المغرب هو اللي قصف هذوك الميليشيات، هذوك هو اللي قصف الشعب المسكين، هذوك الناس اللي مثلا هذوك الناس مثلا اللي يديروا قطع الطرق على لي كاميون، دونك هو اللي قصف، دونك هو اللي دونك كيما نقولوا وقف اطلاقنا تاع 1990 هو اللي كسروا هذاك. دونك اليوم هذوك الناس تاع البوليزاريو يديروا ليجيتيم ديفانس، يعني هو الدفاع عن النفس، تروح الى اي مكان، لان الامم المتحده اليوم اني با ليجيتيم، ميم سي لو ريبريزونت 190 بلد شحال، ولكن القوة تاعها ما عندهاش أي قوة. واش يديروا لك؟ يديروا لك سكارة، يديروا لك أي حجرة في الصباط، دير واش تبغي ولا نعفسوا عليك. دونك القوة الهيمنة، ميم سي يونايتد نيشنز الأمم المتحدة ما عندهاش شرطة، دونك نفهم مثلا منين يجيبوا كاع لي السولدا هذوك، ما عندهاش شرطة، لو كان عندها جيش والسولدا يديروا نفس الشيء مثل لوطو، مي عندهم لو برا تاعهم سي يبعثوا لوطو يديروا اي شيء، يبعثوا لك
الى اي منطقه في العالم. heureusement ما عندهاش اون بوليس، ما عندهاش لارمي، سينو يديروا نفس الشيء. اليوم هذه لا ريزوليوشن اللي داروه في الامم المتحده في المجلس الامن ليس ما عندهاش اي قوه. واش داروا؟ داروا يزيدوا المونورسو عام جديد. دونك اليوم 31 اكتوبر يديروا حتى ال 31 اكتوبر واحد عام واحد اخر، فوطاو كاع عليها. دونك كاين 15 فوطاو 13 بين عام، روسيا والكينيا ما فوطاوش. دونك حتى واحد، لان ما كاين في مجلس الامن ما درتش حاجه زعما ديريكتومو اي هذا المغرب هذا خلاص ولات عنده الصحراء الغربيه. دونك تشوفوا هنايا مثلا تروحوا ديريكتومو ايليك المقطع الاول في هذيك لا ريزوليوشن. اوكي، صوت مجلس الامن اليوم على تمديد ولايه بعثه الامم المتحده للاستفتاء في الصحراء الغربيه حتى 31 اكتوبر 2023. تعين الاطراف الى استئناف المفاوضات بحسن نيه التوصل الى حل سياسي مقبول للطرفين في المنطقه. باعتماد القرار هذا 2654 اوكي بتصويت 13 لصالح واثنين هنا المهم دي مستورة المبعوث الشخصي للصحراء الغربية، ما قالكش هنا للصحراء المغربية. توجور ام يستعرفوا باللي كاين صحراء غربية لتسهيل المفاوضات وللتوصل الى حل المسألة الصحراء الغربية. اوكي، وشجع بقوة المغرب وجبهة البوليزاريو. دوك انتوما مثلا روحوا فتوا جبهة البوليساريو هذه كمنظمة إرهابية، واليوم يخرج دونك هذو الناس اللي فرحوا مثلا من هذوك سميتو سعيد هذاك تاع الفيسبوك، من هشام عبود زيطوط شغل فرحوا باللي مجلس الأمن خرج بوثيقة اليوم ياوي يهضر باللي قالك بوليزاري لازم تجي للطاولة أرواح تهضر، والجزائر وموريتانيا. دونك حنا دائما باسكو عندنا تندوف، عندنا الناس اللي راهم في تندوف سي دي ريفوجي، مي لازم تتساءل. راحوا رفضوا لائحة ماشي لمجلس الأمن، رفعوها إلى الأمم المتحدة السكرتير جينيرال، قال له فوالا جبهة البوليساريو سيدي تيرورست. نورمالمون كي تقول انت يا سيدي تيرورست خلاص ما تزيدش تتفاهم معاهم، ما نزيدش تتفاوض، لان اليوم كي تقول انت يا مثلا لازم نتفاوض معاك انت تولي ان غوفرنمون لوكال، من راك تجري في الامن في المجلس الامن بلي انت يا هو لو ريبريزونتون الشرعي لمنطقه الصحراء الغربيه، ومن طرك تجري باللي تقول باللي بوليساريو هذه سيتي تيرورست ما لازمش تفاوض معاهم. انت حطيت روحك في تناقض، لان تروح تفوطي في كيما نقولوا 190 بلد، تروح تقول لهم باللي هذه بوليساريو سيتي تيرورست، ومن بعد تجي لمجلس الامن تقول لا مجلس الامن لازم نتفاوض مع البوليساريو. وشنو التناقض هذا؟ فهم روحك واش بغيت تدير. كان واحد المعلومه راهم يجريو باش يشوفوا اسكو لو كان يديروا مثلا الانتخاب الريفيروندوم هذا التصويت ما على بالهم شحال كاين الناس. اليوم من 2007 الى يومنا الحالي ما على بالهمش شحال كاين من الصحراء الغربيه، ما على بالهمش. دونك على هذا خايفين. دونك انت يا في 2007 قلت يا جوي بور باش يديروا ريفيروندوم، علاه دير كاع الشوشره هذا وتروح لمجلس الامن، تروح لناسيون زوني، تروح لهذه دير الفوت تاعك، الى قبلوا هذوك الناس تاع الصحراء الغربيه الى قبلوا يكونوا مع المغرب يكونوا اوتونوم،
الا ما قبلوش يعني يوليو بلد وحدهم او كونترير، دونك هما عطات لهم لا شونس باش يفوتيو. مي لو بروبليم المغرب واش خاف؟ واش خاف؟ خاف غدوه الفوط هذاك يخرج لصالح البوليزاريو. من 2007 اليوم ما لقاش الحل. دونك هذاك سعيد ابو راس هذاك ولا بارنوس قال لك يا بابا وخرج قانون كيف كيف كيما زيتوت يهضر كيف كيف كيما هشام عبود. واش يقول لك؟ يقول لك خرج قانون خلاص لوتونومي تاع البوليزاريو منا منا. اي لازم انت تفهمها التكست بالعربيه ماشي ميم با بلونجلي، او هنا بلونجلي او هنا بلونجلي هاي هنا بلونجلي. تقول مثلا ما نفهمش لونجلي، روحوا رجعوا للعربيه تشوف باللي يهضروا ديريكتومون. واش بغاو هما؟ واش بغاو اليوم هذوك الهلال هذا ايتو والاخرين في الامم المتحده؟ بغاو يدخلوا الجزائر وموريتانيا لان عندهم دي ريفوجي باش تعطيه العدد الحقيقي. دونك العدد الحقيقي الموجود في تندوف والجزائر كله، العدد الحقيقي الموجود في موريتانيا، وممتو او عندك الجاليه الخارجيه. دونك هما واش يديروا؟ كي يشوفوا هكذا للنمبر تعطي له النمبر غدوه. لان انت باش تفهم للناس تقول له انتم اللي درتوا المسيره الخضراء. الناس ما كانوش عايشين ثم، مغاربه صدموا على الداخله، صدموا على سميتو على العيون على واسمها سماره هذيك. دونك هما اللي دخلوا من النور، خرجوا من المغرب دخلوا للصحراء هذه باش يسترجعوها زعما المسيره الخضراء. هذوك الناس استقروا في المنطقه هذيك، مي النمبر تاعهم على بالهم مش خلاص. هما كاين اللي استقروا على بالك شحال دخل، مي النمبر اللي كاين تمام على بالكش، تخلطوا مزوجين خرج دخل. دونك اليوم واش راهم يديروا هما؟ اعطيني النمبر الحقيقي اللي عندك في الجزائر. الجزائر ما ريبونداتش خلاص، قالت لهم انايا ما نعطيكش، لان شو خطه تقول لي مثلا كاين 400 ألف، انا ندير لك الفوط ندرع 500 ألف خلاص يخرج الفوط لصالح المغرب. المهم هما اعطي لهم النيميرو اللي كاين، مثلا تقول له كاين 500 هو يدير 600 اللي تقول له يطلع. دونك لو كان عندهم الانفورماسيون هذه الحقيقيه شحال من البوليزاريو اللي كاين، شحال من الصحراء الغربيه والصحراويين اللي كاين، خلاص هذيك قبل ما توصل لا ريزوليسيون هذه تاع 26-54 من الامم المتحده ولا مجلس الامن، انت خلاص واش دير؟ دير واش انت قررت في 2007 بغيت الفوت، لان كي دخل هذا سميتو السلطان الجديد ايتو باش زعما يبدل شوط مودرن شويه ايتو، قال لك يا نعطي لهم الحق. في 2007 تغيرت المعطيات، في 2007 رانا في 2020. دونك جبت انت يا الصهيون هذو تاع الصحراء الغربيه يقول لك لا نحنا ما نقبلوش الصهيون، دونك يفوتي ولا ستان غوفرنمون لوكال اي حاجه يديروها يقول لك حنايا رانا ضد التطبيع، وكاين مغاربه راهم ضد التطبيع. دونك دوما انت بغيت تولي مثلا مملكه بعد الريف يقول لك انا بغيت نولي اوتونوم، هذا يولي اوتونومي كيما نقولوا ستا ستا بون با بور لانديبوندونس. لو كان فريمون الناس هذو عندهم الاولويه يروح يقول لك اليوم نولي اوتونوم، غدوه نولي انديبوندون. دونك لان المصالح هذا كي نقول المصالح، اسكو انت مثلا الاتفاق الصحراويين هذاك اللي داروا الجيش مع الجزائر اللي راهم مسلحين من الجزائر من سوريا من روسيا، التدريب تاعهم في كل المدارس العالميه، غدوه انت تروح تنتردوي هذا للجيش تاعك. دونك انايا لو كان مثلا تخطيط ايا غدوه دخل هذوك لي بوليزاريو دخلهم للجيش المغربي يوليو تحت لوتونومي يديروا انقلاب. او خافوا كاع هذو لي تكنيك،
انت تدخل مثلا تقول له يا معليش الجيش هذا يولي تحت الرقابه تاع الجيش المغربي، دونك يخافوا ديجا. لا ديجا شوف لي جينيرو تاعهم حوزوهم كاع داروا فيهم حاله. ايماجيني تجيب نتايا جيش متدرب منذ 40 سنه تحت الجيش الجزائري وهما ذا ثاني عندهم تدريب روسي، دونك يخافوا كاع على هذا. ميم سي هذا لا ريزوليسيون، شوف ياك خرجوا من لا ريزوليسيون 2602 في 2021 داروا كيما نقولوا لا برولونغاسيون تاع الوقت هذاك تاع المينورسو. شودرا مي فوطي ويقول لك يا نزيدوا لها العام مينورسو هذيك، يجيبوا دي كاسك بلو او ميم طون هذا دي مينستورا يروح لموريتانيا يروح للجزائر يروح باش يجمع كاع لي دوني اسكو ان سون بري بور لو فوت، سوا ريفيروندوم على لوتونومي سوا ريفيروندوم على الانديبوندونس، لان هذا يجي مورو الاخر. دونك مي واش ما راهمش فاهمين، واش ما راهمش فاهمين سي كو لو بروبليم تاع الصارا اوكسيدونتال ما راش ان بروبليم بين الجزائر والمغرب ولا بين الصحراء والمغرب، ستان بروبلام بين الصحراء الغربيه والاسبان. كي خرجت الاسبان خلاص ولات هذا ان بي انديبوندون ومكتوب في المحكمه العليا في اسبانيا خلاص قدموا لهم ايتو. مي واش دارت سكارا فيهم؟ رماتهم في موريتانيا مع المغرب. دونك المغرب الى في كاع لي مانوفر تاعو ومن بعد استولى على الارض كيما استولى عليها. دونك لازم يفهموا هذو الناس تاع يونايتد نيشنز، لازم يوليو للتاريخ اسكو هذا الاناس هذو استقلوا من اسبانيا ياك هكذا، ما استقلوش من المغرب ولا عندهم مشكله مع المغرب، استقلوا من اسبانيا، خرجوا من الهيمنه. اليوم هذا في هذا سميتو هذا السفير المغربي هذا عمر هلال برهن باللي غبي، قال لهم باللي البوليساريو خلقتها الجزائر اوكي باش يكون عندها مشكله مع المغرب. هي البوليساريو هي ان جروب مخلوق قبل خروج في اسبانيا، قبل خروج اسبانيا. دونك اسبانيا كي خرجت عندها ديجا اون ريلاسيون مع بوليزاريو، صافي كيفاه تقول لي نتايا الجيري هي اللي خلقت بوليزاريو؟ دونك بيان سور كانت موريتانيا، كان القدافي، كان مم الحسن الثاني كان يسوتني هذوك الجماعات بلي سيدي جون بغاو يسترجعوا البلد تاعهم، ومن بعد تقلبت الموازين دا الارض هذه. اليوم ما على باليش علاه الناس ما ولاوش ليستوار، علاه دائما يهضروا باللي لازم يخرج المغرب من الناس تحوذ على الارض. لا شوف كاين واحد الحاجه، خرجت انايا من الاستعمار الاسباني اي لك واش نديماريو، هذا الانسان دخل جديد حنايا نيكزيستيو قبل من 73، دونك البروبليم بان في 75 ومن بعد 76 هاي لك القصه الحقيقيه. على رانا مثلا نيجان هذو الصغار يهضروا يقول لك الله الوطن الملك تو، كاين واحد الحاجه روح ليستوار افهم دابور البروبليم، والامم المتحده راهي تنحي هذيك تاع ليستوار، تقول لك لا المغرب هذه قطعه مغرب، نو ليستوار تبدل. كاين كما نقولوا كاين خرائط جديدة خرجت من الاستعمار، دونك الحدود هذيك الفو لي ريسبكتي. ميم سي خرجت من الاستعمار ما تقوليش باللي المغرب كان في 13 القرن مقبل، نو ما تقوليش هذا كان اللونجاج البيزنطي. انت خرجت من العسكر ولا اخر عطاولك الانديبوندونس في 56 قال لك الحدود تاعك هايليك بالله فمك، ما تروحش تزيد انت ارض واحده اخرى. لو كان الجزائر ما كانتش في ممسي خرجت بالدماء ايتو، انت صدمت على الجيري
في 62 63 حنا مازال ما كيما نقول مازال ما جفتش الدماء تاع الشهداء، انت دخلت علينا باش تسترجع تندف زعما. شوف يعني النظريه اللي عندك لو كان ما شبعتوش القزول. للاسف الشديد البوليزاريو ما كانتش في القدره هذيك باش تشبعكم القزول، ولكن اليوم هي بعد 40 سنه راهي جاهزه للحرب، جاهزه للحرب. دونك ما تقوليش هذه راهي نو بغيت تسترجع البلد تاعك، وجد روحك للحرب، وجد روحك للحرب. هذه تاع مثلا المينورسو ولا ديميستورا هذه فقط تضيع الوقت، هو تضيع الوقت. من 2007 لليوم ما درت والو، من 76 لليوم ما درت والو. دونك ما كاش حاجه تقول لي باللي لان الامم المتحده ستون ماشين باش يرضخوا البلدان، ستون ماشين تمشي معانا ولا نضربوك. دونك اليوم يشوفوا كيف مثلا يدخلوا كما الغبي هذاك تاع انور مالك يقول لك خلاص البوليزاريو هي مجموعه ارهابيه، كلاسي مجموعه ارهابيه. وشكون اللي كلاسها مجموعه ارهابيه؟ المغرب. ومن بعد تروح تهضر معاهم، لان اليوم ديفيرونس كي تكلاسي نتايا مجموعه ارهابيه كما دار الجزائر الماك وراشد، يا با دي نيغوسياسيون معاهم. انت اليوم خرج قانون شغل انت تيبات، انايا يعني نكتب في الجريده الرسميه تاعي البوليزاريو مجموعه ارهابيه، غدوه يخرج لي قانون من الامم المتحده ولا من مجلس الامن باللي نتفاوض مع هذيك المجموعه. صافي انت غبي، واش تكون انت؟ دونك على هذا لازم نكونوا اذكياء، لازم نكونوا اذكياء. كي نديروا حاجه لازم نخمو على بعيد. درتوا القانون تاع 2000 اوكي، كاين مثلا سيس فاير، وقف اطلاق النار في 1990. لو كان ما دخلتش الجزائر باش توقف هذيك الحرب ودخلت بلدان اخرى، ما مسي حنايا كنا في ازمه سياسيه يعني طاحنه في 1990، ولكن تدخلت لان الجزائر عندها نظره تقولهم لو كان ترفدوا السلاح، لو كان ترفدوا السلاح اليوم وانتم الاولين اللي تضربوا، دي فوا ما يكونش ليجيتيم الكومبا تاعكم، كاع البلدان ينوضوا عليكم وحنا ما كناش في مقدره وين نعاونوهم فينونسيرمون، كنا عيانين. ولكن بالحكمه معليش، تورونتو ابري ما داروا والو، 40 سنه من بعد ما داروا والو، من 2007 حتى اليوم ما داروا والو. كيف انت تخمن تقول كيف نسترجع انا؟ لان لازم تضرب المغرب اللي الاقتصاد تاعهم، اللي كاميون هذوك اللي يجوزوا لموريتانيا اليوم هي لو سول باركور. اوكي، ما تقصفش الناس، قصف لي كاميون. اي الخسائر الماديه هذيك باش تشوف بلي دير سميتو افرض نفسك في الميدان. لان اليوم كي ما تكونش خسائر ماديه ولا بشريه، دونك الفون ايسيي او ماكسيموم ينحيو هذاك البروبليم البشريه. دونك هذوك الناس اللي سوقوتو يخليهم ترونكي، والناس اللي يجوزوا لموريتانيتو، مي لو كان يديروا يبداو يديروا يحبسوا بلي كاميون هذوك، يحبسوا يديروا يحبسوا لهم الاقتصاد تاعهم باش يهبط للجنوب. تشوف كيف يجيو للطاوله، ماشي تحريض، ولكن هذه هي. بغيت تسترجع القوه تاعك والارض تاعك لازم دير حاجه، ولا دي جروب هاك دا سيباراتيس واحد اخرين يخرجوا من البوليزاريو يسميو رواحتهم واحد الاسم واحد اخر يديروا هادو، لان امبوسيبل تسترجع الارض تاعك هكذا بالكلام ولا بروباغوند. وهما عندهم اللوبي، عندهم لي شان، اي سون تري اورغانيزي، نو سولمون اورغانيزي مي عندهم البون، كي يديروا حاجه يديروه بالكراهيه. وحنا علاش دائما يجيبونا في المساله؟ وتشوف اليوم السفير المغربي
يهدر يعني اشياء ما تخرجش من عند ديبلومات، ما تقدرش. دونك نحبس هادي، نعاود نهضر شويه على القمه العربيه.